السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بالنور والمعرفة. هذه تحية لكم من عمادة التعلم الإلكتروني، ومني أنا محدثكم محمد جار الله، تزامن لها من اسمها نصيب، فهي تهدف إلى نشر العلم والمعرفة في كل زمان ومكان، الآن وغدا، داخل الجامعة وخارجها، لا يحدها زمان ولا يقيدها مكان. تزامن تنقل لكم خبرات زماننا في شتى العلوم وعلى اختلاف التخصصات الأكاديمية والمعرفية، تتيح الفرصة للتواصل، تفتح النقاش عبر الزمان وبكل تزامن مع آماد المكان وآفاقه. تزامن بوابتكم إلى الحرم المعرفي. ندوة اليوم مختلفة نوعا ما لارتباطها بمحورين كبيرين على غاية من الأهمية والحيوية، الابتكار والتعليم. الابتكار بما فيه من الإبداع وتجديد ومنافسة وتطوير واختلاف، والتعليم بما هو أفق للحياة والمنافسة وميدان لهذا الابتكار وخلاصة لقدرات الإنسان. ضيفتنا الليلة حول هذا الموضوع الباحثة الدكتورة نورة أبو خضير، باحثة ومديرة برامج في مختبر مايكروسوفت تطوير ابتكارات التعلم والتعليم في شركة مايكروسوفت. شغفها في دراسة وتطوير تقنيات الحوسبة الاجتماعية، حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم المعلومات من جامعة واشنطن سياتل، حاصلة برضو على جائزة العلوم في برنامج الابتعاث الأمريكي. الله يحييك يا دكتورة نورة، تفضلي الميكروفون معك. حياك الله أستاذ محمد، حيا الله الجميع، مساء الخير، شكرا للجميع على استضافتي وعلى وقتكم، وإن شاء الله نقضي مع بعض وقت مفيد. يشرفني أني أكون معاكم اليوم. أحب أعرف عن نفسي، اسمي نورة أبو خضير، درست البكالوريوس في جامعة الملك سعود في قسم الحاسب الآلي، وبعد كذا يعني اشتغلت في DHL في قسم المبيعات في الخبر لمدة 3 سنوات، وبدأت أستوعب في هذاك الفترة كيف عندي شغف كان بين تفاعل الإنسان بالحاسب الآلي. فوقتها طلعت أكمل الماجستير، وبعدين الحمد لله ربي وفقني أني أكمل الدكتوراه في جامعة واشنطن، أدرس تفاعل البشري الحاسوبي، الحوسبة الاجتماعية، العلوم الاجتماعية بصفة عامة، وكان تخصصي أكثر شيء في علم الخصوصية والخصوصية في الحوسبة الاجتماعية بالذات، بالأخص بعد تويتر وفيسبوك وكل هذه المنصات أو هذه التطبيقات، تغير مفهوم البشرية بالحاسب بالخصوصية. فبدأت أحول دراستي وأركز دراستي أكثر شيء على تركيز على تصميم وابتكار التكنولوجيا، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف القيم بين الحضارات. فدرست وحاولت أني أوصل مفهوم الخصوصية الإسلامية والخصوصية في المجتمع العربي بالأخص السعودي لهذه الشركات للأخذ بعين الاعتبار عند تصميم المنصات مختلف القيم والعادات. فبعد كذا، بعد ما خلصت الدكتوراه الحمد لله، بدأت مع مايكروسوفت، بدأت أول شيء كباحثة في هذا التخصص، وبعدين الحمد لله من داخل مايكروسوفت وجدت هذا المختبر اللي كان فريد من نوعه وجديد كمان، يركز على فكرة التطوير في التعليم، كيف نطور في تكنولوجيا، مو بس التعليم بس أيضا في تجربة المستخدم، كيف ممكن نكون أو نصنع تجربة أو نصمم تجربة مستخدم من البداية إلى النهاية، التعليم يكون فيها من أهم القيم. فإذا تحبون تسألوني بعد الندوة أو في أي وقت عن هذه المواضيع اللي هي التفاعل الحاسوبي، البشري الحاسوبي، العلوم الاجتماعية، الحوسبة الاجتماعية، أو عن مايكروسوفت، لو سمحتم حاولوا أنكم تتواصلوا معي عن طريق تويتر.
في مايكروسوفت في المختبر بالذات اللي احنا نشتغل فيه نتبع طريقة تطوير محددة، وهذه طريقة التطوير نسميها الدبل دايمن أو طريقة الماستين اللي هي شكل المعين اللي قدامكم. الطريقة الأولى أو المرحلة الأولى من التطوير نسأل أنفسنا عن المستخدم، ما هي المشكلة اللي يعاني منها المستخدم أو الشورت كومينج احنا نسميها أو البين بوينت أو هي التجربة المؤلمة في عملية التعليم حاليا. من الأشياء اللي كنا نستكشفها أنه مثلا ما في، إذا كنا نسوي طريقة تعليم عن بعد أو learning online، ما كان في teaching assistant أو نسيت الكلمة، بس teaching assistant أو المساعد في الصف ما كان موجود على اللايف إنه يعطي تعليمات أو يعطي جواب أسئلة ومن هذا الكلام. فكنا نستخدم فطريقة دائما تبدأ بأننا نبدأ من المستخدم، نبدأ نفهم المستخدم، نتعاطف معه، نحط نفسنا في مكان المستخدم، كيف ممكن أننا نجاوب هذه الأسئلة أو نحل هذه المشكلة من وجهة نظر المستخدم. في البداية أو قديما كانت الطريقة أنه المبرمجين والمصممين هذه البرامج يقعدون مع بعض في غرفة ويحاولون أنهم يجدون الحل من وجهة نظرهم، وثم يشاركون هذه الوجهة النظر ويبنون برامج على وجهة النظر هذه. لكن حاليا قلبنا الصورة وصارت وجهة النظر دائما مأخوذة من المستخدم، فندعي كثير من المستخدمين أو المتعلمين أو الطلاب لورشات العمل الخاصة فينا علشان يساعدونا في التصميم، نسمي هذه العملية co-design أو التصميم الاجتماعي أو مع المجتمع أو مع المستخدم. بعد كذا نعرف، بعد ما أننا نكون اكتشفنا المشكلة، وعادة هذه تكون عن طريق استخدام البوستيتس أو الملاحظ الأوراق الصفراء اللي تعرفونها، نحط فيها أكثر من مشكلة نتكلم عنها، نحاول أننا في آخر اليوم نحدد مشكلة معينة حنركز عليها خلال مثلاً أسبوعين من التصميم المتتابع مع المستخدمين، ونطلعها بعدين نحاول أن نأخذ من المستخدم ملاحظات أو أن نجربها معاهم في بداية العملية، بعدين نرجع للمختبر ونحاول نطور أكثر. فعلشان كذا العملية تبدأ بأفكار متتابعة وكثيرة، ثم أفكار محددة نأخذها للمستخدم نجربها معاهم، نرجع للمختبر ونطور زيادة، وبعدين نطلع أكثر، نطلع مرة ثانية للمستخدم وناخذ أسئلة وناخذ ملاحظات ونشوفهم كيف يتفاعلون معاها، هل التفاعل سلس، هل التفاعل مفيد، هل التفاعل يحل المشكلة، هل يفهم مشكلة المستخدم أو لا. وبعد كذا بعد ما ناخذ اللي نسميه عادة بروتوتايب أو تصميم النموذج الأولي للمنتج، ناخذ هذا المنتج التصميم الأولي ونرسله للمبرمجين ويبدأون في عملية البرمجة. في خلال أسبوعين لو لاحظتوا في هذه العملية وثقنا مع المستخدم أن الحل اللي وجدناه حل مناسب لهم، ومو بس الحل اللي وجدناه حل مناسب لهم بل أيضا من تفاعلنا معاهم وتواصلنا معاهم فهمنا أن هذه هي المشكلة اللي هم محتاجين لها حل. فهذه هي طريقة التطوير اللي نتبعها في المختبر في مايكروسوفت، واللي كمان أنا يعني تبعتها قبل ما دخلت مايكروسوفت في برنامج الدكتوراه. هذا تفصيل آخر يعطينا يعني معلومات أكثر عن كل مرحلة من مراحل التطوير اللي تكلمت عنها
في الشريحة اللي قبل. فلو لاحظتوا في عملية الانفستيجيشن أو عملية الاختبار أو الفهم، فهم المستخدم، دائما نحاول نسأل عن المستخدم. دائما المستخدم هو وجهة النظر اللي أنا قاعد أحاول أفهمها. بعدين ننتقل إلى مرحلة التفكير أو الايديشن أو مرحلة التفكير اللامحدود نسميها. نعطي أفكار كمستخدمين، كمصممين برامج، كمديرين برامج، كمبرمجين على لوحة بيضاء باستخدام اللواصق اللي استخدمت اللي تكلمت عنها، عن كل الأفكار التي متصلة بهذه المشكلة. بعدين نحاول أن نرتبها في عناوين معينة، وبعدين نحاول أن نركز على موضوع واحد وحسب مثلا أهمية الموضوع نقوم بالاختيار. بعد كذا نحاول أن نصمم هذه النماذج الأولى من الفكرة مع المستخدمين، وبعدين نطلع نحللها ونكتشف هل هي في الإيفالويشن ستيت أو في مرحلة الاختبار، هل هي تعيد لنا نتائج إيجابية أو لا. وبعد كذا نرسلها لقسم البرمجة أو قسم الانجينيرينج حيث يقومون هناك بتطوير المنتج اللي وجدناه. الفكرة كانت من ساتيا نادالا. ساتيا هو مدير مايكروسوفت أو السي او لمايكروسوفت، وكانت الفكرة أنه التعاطف مع المستخدم ما هي بس فكرة أنه زيادة الخير خيرين على قولتهم، لا، هي التعاطف مع المستخدم هي اللي تعطيك الحل لمشاكل المستخدم، هي اللي تعطيك مدخل لفهم المستخدم من ناحية ما كنا نفهمها من البداية. كان عادة زي ما قلت الحلول دائما تطلع من الشركة للمستخدم، والمستخدم يحاول أنه يحورها ويحاول أنه يخليها تناسبه، لكن الحين التفكير اختلف في داخل الشركات الكبيرة بالذات، أنه الأفكار والحلول لازم تجي من المستخدم. فعلشان كذا صار كثير في مختبرات داخل مايكروسوفت وخارج مايكروسوفت استخدام هذا التصميم التفكيري اللي هو يأخذ بعين الاعتبار المستخدم كمدخل أول لفهم المشكلة ولفهم الحل. زي ما تشوفون هنا هذا الكاركتير، يعني أنا أحب أني أستخدمه دائما، لأنه في المرحلة الأولى على اليسار لما المبرمجين والموظفين أو المصممين البرامج يدخلون مع بعض لغرفة اجتماع ويحاولون أنهم يحلون مشكلة، دائما يفكرون في إيش، في شيء أكبر من الصورة اللي هم قاعدين أو شيء يكون معقد. لكن لما نبدأ نطلع الأفكار هذه النماذج للمستخدم، المستخدم يمكن ما أحتاج غير شيء بسيط يحل مشكلته أو شيء مثلاً غير ما توقعناه إحنا كمصممين. فعلشان كذا دائماً أخذ بعين الاعتبار المستخدم كمدخل زي ما قلت للمشاكل وللحلول. هنا أشارككم بعض الصور من مؤتمرات حضرناها لنصمم مع المستخدمين. فعلى الصورة اللي في اليسار أسفل اليسار، هذا اللي زي ما قلت لكم عملية التفكير اللامحدود مع المستخدمين. أعطيناهم مشكلة، قلنا لهم أن إحنا قاعدين نحاول أننا نحل مشكلة توثيق البرامج التعليمية.
كيف ممكن اننا زي مثلا لما تروحون مطعم ودائما يكون في ريتينجز 5 نجوم او 4 نجوم، كيف ممكن ناخذ هذه الفكره ونطبقها على المواد التعليميه اللي نحطها عن بعد. فكانت الافكار جتنا من المستخدمين، وبعد كذا سالناهم في الصوره اللي تشوفونها على اليسار الاعلى اعلى اليسار، انه ساعدونا في رسم بعض النماذج انه كيف ممكن من وجهه نظرهم تنحل هذه المشكله. اخذنا هذه النماذج وسويناها وجمعناها الى نموذج واحد اللي هي الصوره اللي على اليمين، وسألناهم إنهم حتى يعطونا ملاحظات أكثر باستخدام لواصق خضراء صفراء وحمراء، أو هنا كانت برتقالية، إنه إيش من هذه الحلول اللي وجدناها إيش فيتشرز أو حلول موجودة في هذا الحل الكبير تحبون أننا نكمل معاها. فالأخضر لو لاحظتوا كانت الأشياء اللي كانوا يبغوننا أننا نكمل معاها أو أنهم يحتاجونها. الأصفر أو البرتقالي كان أنه يعني إذا كانت موجودة ممتاز، إذا ما كانت موجودة غير مهم. وإحنا لعلمكم كمصممين كنا مفكرين أن الأشياء اللي كانت بالبرتقالي هي المهمة، هي اللي بتحل المشكلة، لكن الأشياء اللي وجدناها من المستخدم كانت عكس ما توقعنا، أنه الأشياء اللي هم علموا عليها بالأخضر هي الأشياء اللي كانوا هم يشوفونها مهمة وحتحل لهم المشكلة. وبعد كذا طبعاً في الصورة اللي في النص بس أنه يعني أوريكم أن إحنا كمان نحاول أن نسمعهم ونفهمهم ونتعاطف معاهم ونضع أنفسنا في مكانهم حتى نعطيهم الحلول اللي تساعدهم من البداية من غير شقاء أو من غير ما أننا حتى نفقد هذول المستخدمين. حبيت كمان أشارككم بنهج يعني إحنا نستخدمه في تصميم دراسات البحثية. لما نبدأ نطلع للمستخدم في نهج حلو أننا نفكر فيه، يساعدنا في ترتيب أفكارنا، يساعدنا أننا نطلع بالأفكار المهمة ونرجع بالأجوبة المهمة لتطوير عملية البحث مع المستخدم. في النهج هذا نبدأ دائماً بوضع الأهداف، ما هي أهداف البحث، ما هي أهداف تواصلنا مع المستخدم. بعد كذا نقعد في الغرفة وكمان نتكلم عن ما هي نظرياتنا، يعني مثلاً إحنا نقول إن المشكلة اللي إحنا شايفينها إن ما عندنا مستخدمين كثر على برنامج معين طرحناه في السوق، فنبدأ نسأل أسئلة، نبدأ نسأل نقول إن أوكي المشكلة إن ما في مستخدمين. بعدين نحط كل النظريات، لماذا إحنا كمطورين برامج وكمبرمجين نتوقع إن المستخدم مو قاعد يستخدم برامجنا، وبعدين نحط الميثودز أو طرق الفهم. أنا كباحثة الطرق اللي أنا أستخدمها طرق جمع البيانات النوعية أو الوصفية، وهذا كان تخصصي كمان في دراستي للدكتوراه. فأحب دائماً أني أسأل أسئلة أو أتقابل مع المستخدم وأعمل مقابلات أكثر من أني أرسل لهم سيرفيز أو استبيانات. في نفس الوقت بعد كذا نحدد طريقة تنظيم العمل بين الباحثين، وبعد كذا كيف نرجع ناخذ هذه البيانات اللي جمعناها من الرحلة البحثية، وكيف ممكن هذه الحلول أو الأجوبة اللي سمعناها من المستخدمين نحللها و نضعها في طريقة تساعدنا أننا نجد الحلول مع المستخدم. فهذه يعني فهذا النهج اللي إحنا نستخدمه، أتمنى أنه يعني يكون مفيد، وبكذا أكون يعني خلصت قسم المحاضرة الأول، وأحب أني أخذ أسئلة وأجوبة منك أستاذ محمد ومن الحضور. الله يعطيك العافية دكتورة نورة على هذا الإبداع وعلى هذه التصورات اللي تقدم من
من شركة مايكروسوفت، بس حبيت أني يعني بخصوص المختبر مايكروسوفت لتطوير ابتكارات التعليم والتعلم، هل هذا المختبر هو يركز فقط على التعليم في شركة مايكروسوفت وفي البرامج التعليمية اللي خاصة بمايكروسوفت، أم يعني يطور ابتكارات بشكل عام للتعليم؟ حلو السؤال. السؤال مختبر مايكروسوفت مهتم أكثر بتطوير المواد التعليمية وتجربة المستخدم في التعلم لمنتجات مايكروسوفت، لكن من الأهداف الجديدة اللي بدأنا نطرحها أنه الموظف حق مايكروسوفت كان قبل ما يكون موظف في مايكروسوفت يتعلم عن برامج مايكروسوفت طالب أو يعني كان طالب كان خارج مايكروسوفت. فالفكرة صارت الحين عندنا في المختبر أنه كيف ممكن أننا نبني منصة تأخذ بعين الاعتبار الإنسان من مرحلة أنه طالب إلى مرحلة يكون موظف. هل كيف ممكن أن نتعلم عن بطريقة مستمرة عن الإنسان كطالب إلى أن يصبح موظف علشان نقدر نخدمه أحسن. يعني زي ما قلت أول أننا نفهم المشكلة من وجهة نظر المستخدم. فلما بدأنا المختبر كان التركيز أول شيء على أننا نعلم أو نطور البرامج للمتعلمين في داخل الشركة، لكن الحين بدأنا نفتح الأبواب والمجال لكمان فهم المستخدم من خارج الشركة. يعطيك العافية دكتورة. لو حبينا يعني أن نعرف الابتكار في التعليم، يعني ما هو الابتكار في التعليم بشكل عام، وهل هو ضروري ان احنا نحتاج، هل نحتاج فعلا ان احنا نبتكر في التعليم؟ طبعا إجابة للسؤال الشق الآخر من السؤال انه طبعا نحتاج اننا دائما نطور في التعليم. يعني لو لاحظت أنه التعليم بدأ من الكتب وحالياً إلى الآن، يعني طبعاً في تعليم عن طريق الكتب، بس مثلاً إحنا كثير صرنا نعتمد اعتماد كامل يعني داخل مايكروسوفت على الأقل على التعليم عن بعد أو عن التعليم عن طريق السماع أو التعليم عن طريق الأونلاين كورسز. فصار كثير الاعتماد على في التطوير من هذه الناحية، من ناحية أننا نفهم أن المستخدم أو المتعلم ما صار عندهم وقت، بالأخص الموظف أو بالأخص بعض المتعلمين اللي هم ما عندهم أن مجال أنهم يدخلون يتفرغون تفرغ كامل أنهم يتعلمون. مثلاً إحنا بالنسبة لنا التطوير والتدريب في الشركة من خارج ما نقدر، يعني مو كل أحد يقدر عنده فرصة أنه يروح تريننج أو يروح تدريب لمدة يومين أو 3 أيام. فصار كثير التفكير أنه كيف ممكن أننا نحط تجربة تعليم مستمرة من داخل الشركة، ما تكون إيش مفيدة لوقت المستخدم أو لوقت المتعلم وما تكون تأخذه من عمله. فعلشان كذا صرنا نحاول أننا يعني، فعشان كذا التطوير مهم أنك تجد اللحظات المناسبة أنك تدخل تجربة تعليمية للموظف أو للمتعلم من غير ما هو يحاول أنه يعني حتى يوجدها، أنك تفهم أنه في هذه المرحلة أنا نزلت مثلا برنامج جديد وبدأ هذا المستخدم أو هذا المتعلم أو هذا الموظف يستخدم هذا البرنامج، بديت ألاحظ أن في مواقع في الاستخدام المتعلم أو الموظف مو قادر يستخدم البرنامج، أقوم على طول إيش أعطي له recommendation أو ملاحظة أنه في برنامج تقدر تستخدمه حالياً تنزل وتتعلم معانا عن بعد عن طريقة استخدام هذا البرنامج بطريقة أحسن أو بكفاءات أعلى. فهذا فالتعليم والتطور في التعليم طبعا مهم، لان يعني مستقبل التعليم يعني ما له حدود طبعا. فعشان كذا انا احس انه مهم ان دائما نكون نطور في هذا المجال. يعطيك العافيه دكتور.
دكتور، أين يكمن سر الابتكار في التعليم؟ هل هو في المنهج، المادة التعليمية؟ هل هو في المعلم أو المدرب أو عضو التدريس؟ هل هو في التقنية المستخدمة؟ هل هو الابتكار في الطالب أم في الفصل الدراسي؟ ما رأيك؟ حلو السؤال، ويعني أنا من وجهة نظري أنه يعني بعد ما بديت أشتغل مع هذا المختبر دائماً ألاحظ أن اللحظة اللي نصل فيها اللي يسمونها الآها مومنت، أن هذه اللحظة اللي طورنا من المرحلة اللي قبل هذه المرحلة بفهم وتعاطف المتعلم، بالتعاطف مع المتعلم. فالتطوير سواء كان من المعلم، سواء كان من التقنية، سواء كان من المنهج، أنا وجهة نظري إنه صار الموضوع من هل المعلم فاهم الطلاب اللي معاه في المحاضرة، فاهم إيش شغفهم، إيش هم مهتمين في إيش، فاهم إيش صعوبات التعلم عندهم، فاهم إيش مواهبهم والأشياء اللي هم من جد شاطرين فيها. إذا كان فاهمهم حيكون مبدع معاهم كمعلم. برضو من ناحية التقنيات، يعني إحنا زي ما قلت لك هذه فكرة التصميم مع المستخدم، يعني إحنا صرنا لما نبدأ مشروع جديد داخل الشركة نبدأ مع مطورين برامج، مع معلمين، مع طلاب، مع مصممين برامج، نبدأ معاهم من نفس الغرفة، يعني نبدأ من نفس قاعة الاجتماعات ونصمم معاهم، لأن هم اللي عندهم الخبرة وهم اللي عندهم التجربة والتفاعل مع المتعلمين، والطالب هو اللي عنده خبرة مع التفاعل مع المنهج. فإذا ما كنا فاهمينهم وقاعدين نصمم معاهم فحلولنا حتكون بعيدة، أو تطويرنا حيكون بعيد عن أهدافهم. فلازم دائما يكون في فهم لأهداف المتعلم من ناحية كل الأطراف اللي ذكرتها، حتى يكون التطوير مستمر وشامل وهادف كمان في نفس الوقت. طيب يعطيك العافية. أنا بحاول أني برضو في أسئلة من الإخوة والأخوات اللي حاضرين معنا الليلة. في أحدهم الأستاذ محمد عسيري يذكر كيف يمكن إسقاطها على الطلاب، وهل يعرفون مشاكلهم؟ يعني الآن عندنا مثلا مشاكلنا مع الطلاب، هل يمكن إسقاطها على النموذج؟ أعتقد أنه قصده النموذج اللي أنت عرضتيه قبل شوية، اللي هو الخاص بالإنوفيشن بروسيس، العمليات اللي تتبعونها أنتم في مختبر مايكروسوفت. هل يمكن إسقاطها فعليا على الطلاب، وعلى الإشكاليات اللي تواجه المعلمين مع الطلاب مثلا؟ والله أنا لاحظت أنه هذه الطريقة فعالة جدا، في على الأقل في الفهم المشكلة، يعني يمكن ما حتساعدك كثير في هذا النطاق، في نطاق أنه مشاكل الطالب مع المعلم في المحاضرة أو في قاعة المحاضرات أو في إذا كنت فهمت سؤالك صحيح، لكن حتساعدك على الأقل في فهم المشكلة. يعني إذا كان في، يعني إحنا مثلاً من الأشياء اللي نسويها مو عندنا دائماً الفرص أننا نتقابل أو أننا نكون مع الطلاب في جميع الأوقات، صح؟ فالفكرة أنه يكون دائماً في زي استبيان، يعني أنا مثلاً من الأشياء اللي نحب نحطها دائماً استبيان مع كل برنامج ننزله عن طريقة تعلم هذا البرنامج، هل في صعوبات، ما هي الصعوبات، ودائماً نخلي هذه الاستبيانات سرية عشان تعطي المستخدم الراحة والأمان أنه يشارك الملاحظات بطريقة فعالة من غير الخوف أنه أنا شاركت باسمي أو شاركت معلومات عني ممكن تضرني في المستقبل. فدائما أنا أفضل، يعني ودائما أنصح أن الاستبيانات تكون دائما موجودة، أو طريقة للسماع حسب يعني كيف المعلم يحب أن أو مصمم البرامج يحب أن يسمع ملاحظات المتعلمين. لكن
تطوير هذه المهارة، مهارة أن يكون في تعاطف وحساسية دائمة مع المتعلم، تعطي يعني حتساعد كثير في تطوير التعليم وفي النموذج اللي شاركت فيه. أتمنى يكون هذا يكون أكون جاوبت على سؤالك أستاذ محمد. العافية. هل النموذج المختبر الابتكار في التعليم متبني مفهوم التفكير التصميمي design thinking لمعرفة احتياجة المتعلم؟ نعم، وطورنا عليه من ناحية أننا زدنا عليه مرحلة جديدة اللي هي مرحلة التطوير من ناحية البرمجة. فعادة يعني على الأقل أنا فكرتي مع التصميم التفكيري اللي هي ينتهي الموضوع مع نموذج أولي. إحنا طورناه في المختبر عندنا أن النموذج الأولي نأخذ إلى مثلاً نموذج ثاني، نموذج ثالث، ونأخذ هذا الثالث أو الرابع اللي كنا طورناه عن طريق برامج مع المبرمجين ونجربه في المختبر مع المستخدمين. فندعيهم للمختبر لمقابلة ويبدأون مثلا في رحلة مثلا لو كنا حطينا مثلا أونلاين كونتنت أو مادة تعليمية نبغى نجرب كيف تجربة المستخدم عليها، نتابعهم وهم في الغرفة يتفرجون على هذا البرنامج أو على يستخدمون هذا البرنامج، وناخذ ملاحظات نسألهم في نفس الوقت لما نلاحظ أن في دقيقة أو دقيقتين أنهم مو فاهمين إيش اللي قاعد يصير، فنسألهم إيش المشكلة، كيف ممكن نساعد في حل هذه المشكلة، كيف ممكن نقلص مدة البحث عن حل في هذه الدقيقة. فإجابة السؤال نعم، احنا استخدمنا طبعا التصميم التفكيري وأزدنا عليه أننا مرحلة التطوير. طيب بالنسبة للنقطة اللي ذكرتيها آخر شيء أنكم تأتون بمجموعة من المستخدمين وتخلهم يعني يتعلمون عن طريق البرامج هذه الأونلاين أمامكم يعني في قاعة مثلاً أو في مختبر مثلاً، هل ممكن إحنا نسوي الطريقة هذه والطلاب هم يعني تقييم إلكتروني أو ملاحظة إلكترونية لهم؟ طبعا في طرق كثيرة، مثلا احنا جوا مايكروسوفت نستخدم زي اللي وايت بورد اللي هي اكيد انه في يعني تكنولوجيا مشابهة لها بالخارج، وبدور عليها وبحاول اشارككم فيها لانها جدا مساعدة. الفكرة انه زي احنا حاليا كيف قاعدين نسوي هذه المحاضرة عن طريق الويبينار، ممكن يكون المستخدم هو اللي قاعد تشوف صورته والفيديو حقه هو قاعد يعني يتفرج على البرنامج او في رحلة التعلم عن طريق هذه الاكسبيرينس اللي اخترعناها له او اللي طورناها له، ونشوف كيف قاعدين يستخدمونها ونبدا نسالهم اسئله. فممكن تكون عن طريق الكتروني باستخدام مثلا، حتى انا قاعده افكر ان الزوم يعني ممكن يكون طريقه مناسبه جدا انك تلاحظ ملاحظات الوجه، ملاحظات احنا دائما نحاول نسالهم أو نطلب منهم يفكرون بصوت عالي، تقدر تلاحظ على طول الأوقات اللي فيها تردد أو الأوقات اللي فيها عدم فهم الموضوع معين، فممكن تسأل في هذه المرحلة أو في هذه الدقيقة كيف ممكن نحل هذا الموضوع. الأستاذة جمانة تسأل يعني عن أبرز التطبيقات والبرامج التي تركز على تنمية الابتكار في التعليم، هل هناك تطبيقات معينة أو برامج معينة ممكن يستخدمها المعلم أو عضو التدريس تساعده على تنمية الابتكار في التعليم؟ والله إحنا من ناحيتنا لاحظنا يعني إن في من ناحية مثلاً أنا من الأشياء اللي جربناها، ما حتكلم الحين عن مايكروسوفت لأن مايكروسوفت زي ما قلت تجربة تعليم معينة أو المستخدم اللي نتطرق له دائما هو المستخدم الموظف أو حاليا المستخدم الخارج الموظف. لكن مثلا في يودب وين أنا كنت أدرس أو في جامعة واشنطن
كان في دائما في تطبيق اسمه بول Everywhere، اللي هو راح اشارككم باللينك، بس هو استبيان مباشر في قاعة المحاضرات، بالأخص قاعة المحاضرات اللي فيها أكثر من 10 أو 20 طالب. كان دائما الأستاذة والأستاذة يحاولون يسألون الطلاب مثلا أسئلة، وبدل ما أن كل أحد مثلا يجاوب بصوت عالي، كانوا يعطون فترة دقيقة أو دقيقتين لكل إنسان، لأن كل إنسان الحين صار يدخل، أو كل طالب يدخل القاعة معاه جوال أو معاه آيباد أو لابتوب. فتحط الأستاذة والأستاذة اللينك على الشريحة، ويستخدمون هذا اللينك لإجابة الأسئلة، والدكتورة تقدر تصير تشوف الأجوبة على باي تشارت على طول، إذا كان لا أو نعم أو إجابات أخرى. ففي هذا التطبيق أذكره كان جدا مناسب، لأن لو فكرتوا في طريقة التعليم حاليا، هي تفترض أن كل إنسان يدخل قاعة المحاضرات أو يدخل تجربة التعليم واحد، يعني هي زي يسمونها one size fits all، لكن هي ما هي طريقة التعليم. المفروض أنها تتفاعل مع المتعلم حسب نوعية المتعلم، أو حسب مثلا طريقة التعلم عند هذا المتعلم. ففي أفكار بين المتعلم اللي يحب يفكر بصوت عالي، أو المتعلم اللي يحب أنه ياخذ وقته للتفكير. فمثلا ابلكيشنز او تطبيقات زي اللي انا شاركت فيها هذا بول افري وير، احس انه يعطي فرصه لكل انسان في القاعه انه يشارك، من غير ما ان الانسان اللي صوته اعلى مثلا، او اللي عنده جراءه اكبر انه يشارك في قاعه المحاضرات، يشارك من اللي ما عنده مثلا جراءه انه يشارك. فيعني تطبيقات زي هذه انا بالنسبه لي اعتبرها تطوير كبير لقاعه المحاضرات التقليدية اللي كانت تعتمد على المشاركة، من ناحية إنه الطالب لازم يشارك برفع اليد. فهذا تطبيق واحد. طبعا في تطبيقات أخرى لكن ما يحضرني الآن أي واحد منهم، بس إذا جاء في بالي بأشارككم فيها. يعطيك العافية دكتورة. لو حبينا من المسؤول عن تطوير الابتكار في التعليم؟ هل هي يعني وزارة التعليم، أم المدرسة، أم المعلم، أم المنزل، والدين مثلاً؟ إيش رأيك؟ رأيي ودي أقول كلهم، ودي أقول كمان يعني من التجربة اللي أنا مرينا فيها حاليا، يعني في المختبر لما تدعي كل إنسان مستفيد من المنتج، اللي هو مثلا مين اللي حيستفيد من المنتج. لو ناخذ الموضوع من الأخير، مين المستفيد من المنتج؟ مثلا بالنسبة للتعلم والمتعلمين، والمستفيد المتعلم في آخر الوقت هو المستفيد من المرحلة أو الرحلة التعليمية. فلو أخذنا هذا المتعلم وبدينا من الأخير، وصممنا الفكرة أو طورنا الفكرة، أو صارت المسؤولية من تحديد المسؤوليات من الأخير، لو أخذنا منهج آخر، أتوقع أن كل إنسان حيكون، في كل الأطراف اللي ذكرتها حتكون مسؤولة. حسب الأهداف تكون المسؤولية. يعني لو كان في مثلا يعني تخيلي وتصوري لمستقبل التعليم، حيكون أن كل هذه الأطراف اشتركت مع بعضها في مرحلة من المراحل لتطوير منهج تعليمي ورحلة تعليمية متكاملة، تفيد مو بس الطالب، بس تفيد كمان الوالدين في المنزل، تفيد الشركات المستفيدة من هذول المتعلمين اللي حيصيرون موظفين، وبرضه تفيد الوطن. فبالنسبة للوزارات، فهي يعني زي رحلة متكاملة. كل إنسان أو كل الأطراف اللي ذكرتها مسؤولة عن تطوير التعليم فيها في مرحلة معينة. يعطيك العافية دكتورة. في أحد الأخوة ظاهر الأستاذ هتان يقول: ما هي نصيحتك بالنسبة لمن طور تطبيق، وهذا التطبيق سيخدم المنصة التعليمية أو المؤسسة التعليمية، لمن يتوجه أولاً؟
لكي يعرض هذا التطبيق يعني عليهم مثلا. مين المستخدم؟ مين الهدف؟ احنا في وذكر انه سيخدم المؤسسات التعليمية، لكن المؤسسات التعليمية. طب والمؤسسات التعليمية مين تخدم؟ فهذه الأسئلة اللي لازم تنسأل. المؤسسة التعليمية أجل تكون، إذا كان التطبيق يخدم المؤسسة التعليمية، ففهم أهداف المؤسسة التعليمية مهم جدا، والتعامل معهم والتفاعل معهم. يعني مثلا النموذج الأول للتطبيق ممكن يروح للمؤسسة التعليمية ويقومون باختباره مع المطور. يعني مثلا أستاذها الثاني، إذا أنت اللي طورت التطبيق، حاول أنك تسوي موعد معهم، ومثلا مع 2-3 من الأطراف المهمة في المؤسسة التعليمية هذه، أو من مثلا نسميهم decision maker أو صناع القرار، وتقعد معاهم وتشوف مثلا، تعطيهم فكرة عن التطبيق، أهداف التطبيق، من سيستفيد من التطبيق. ممكن حتى ياخذون يسوون رحلة أو تجربة مستخدم، تدرس دراسة تجربة المستخدم على التطبيق، وتاخذ هذه الملاحظات وتطور عليها. الفكرة الثانية كمان، أو مثلا المرحلة الثانية من هذه الرحلة، أن مثلا تأخذ التطبيق للمتعلمين اللي المؤسسة التعليمية قاعد تحاول تفيدهم. بالأخير حاول أنك تفهم الأهداف، والأهداف هي اللي حتساعد في فهم مين الأطراف اللي لازم يجربون هذا التطبيق في البداية، ويعطونك ملاحظات للتطوير. يعطيك العافية دكتورة. في عندنا الأخت رنا تسأل سؤال، من خلال فهمي لسؤالها أن شركة مايكروسوفت تركز يعني بشكل كبير جدا على الطلاب وعلى المعلمين في العملية التعليمية، مع أن هناك أطراف أخرى يعني برضو تساند العملية التعليمية، اللي هو مثلا القادة ومدراء المدارس والمشرفين، يعني الهيئة الإدارية التي حول المعلم وحول الطالب. ما في يعني، هما هي تقول انه ما في اهتمام فيهم، يعني مايكروسوفت فقط تهتم بالطالب والمعلم، اما الجوانب الاخرى التعليميه الاداريه ما تركز عليها. كيف تردين عليها استاذ رانا؟ يعني الرد الاول والاخير طبعا ان افهمك واسمعك، صح، هي الفكره انه الهدف تسهيل عملية التعلم على المتعلمين. فصح يمكن في تركيز أكثر على المتعلم والمتعلمين، لكن أنا أحس من تجربتي ومن تواجدي داخل المختبر أن دائما أي تعاون يعني بين مدارس أو بين مؤسسات تعليمية، دائما هذا التعاون يبدأ من الإدارة. يمكن مايكروسوفت ما ركزت على، يمكن إذا فهمت أنا كمان سؤالك، إن ما ركزنا على تطوير تطبيقات أو تجربات مستخدمين عن طريق من الإدارة. وهذه ملاحظة يعني أسمعها وراح أخذها بعين الاعتبار وأوصلها يعني للمسؤولين اللي نشتغل معاهم، إنه يمكن لازم كمان يكون في تعاون وشغل أكثر مع الإدارات، لأن الإدارات مهمة كمان في أنها من هي من الأطراف المهمة جدا في صنع القرار في عملية التعليم. فأسمعك وشكراً على الملاحظة. دكتورة نورة، ما هي مبادرات مايكروسوفت الجديدة في مجال الابتكار في التعليم؟ هل هناك مبادرات يعني لسه الآن يعني تحت التحضير وفي الفترة القادمة؟ في مبادرات، وللأسف يعني ما حقدر أتكلم عنها بتفاصيل لأن كلها تحت التطوير، لكن بعض الأشياء اللي حتكلم، يعني الفكرة العامة اللي حتكلم عنها، اللي هي فكرة فهم الشغف وفهم المؤهلات. صار في تركيز كثير حالياً على المهارات والمؤهلات وفهم شغف الطلاب، وفهمها من زي ما قلت في البداية، من مرحلة وجود الطالب على مقاعد الدراسة،
وملاحقة الطالب في تجربة مستمرة إلى أن يتخرج من المدرسة، يدخل الجامعة، نفهم كيف المهارات هذه قاعدة تتطور. فقاعدين نحاول أن نفهم هذا الموضوع عن طريق الذكاء الاصطناعي حالياً، من مرحلة زي ما قلت من مقاعد الدراسة إلى مقاعد العمل، علشان لما يتخرج الطالب من الجامعة يكون في وظائف مفيدة له أو تستفيد من هذه المهارات وهذا الشغف اللي فيه. حاليا الطريقة التقليدية أنه عملية البحث عن الوظائف هي عملية يقع عاتقها على المتعلم نفسه. أنا أتخرج من الجامعة وأنا كمان أروح أدور على الوظيفة اللي تناسبني. تفكير مايكروسوفت الجديد، وهذا شيء جدا يحمس، وأتوقع أنه حيحل مشكلة كبيرة جدا يعني في تقليص الفجوة بين مرحلة التخرج ومرحلة إيجاد الوظيفة، أن مايكروسوفت قاعدة تحاول تبني تطبيقات تلاحق المتعلم من قاعة المحاضرات أو من كرسي الدراسة، تفهم مهاراته، تفهم شغفه، كيف قاعدة تتطور، إيش المهارات اللي قاعدة تتطور، وإيش المهارات اللي قاعدة تختفي، وإيش المهارات اللي محتاجها إنه يطورها علشان يجد الوظائف المناسبة. يصير في حال لما يخلص مرحلة الدراسة يكون في already في التطبيق نفسه، عن طريق طبعا إحنا تعاوننا عن طريق لينكدين مع لينكدين، إنه يكون في وظائف معينة على recommended to him أو her على البلاتفورم حقهم أو على المنصة أو على التطبيق، إن هذه الوظائف اللي إلى الآن تناسبك أو يناسبك. فهذا يعني أنا بالنسبة لي لو حققنا هذا الهدف ووصلنا لهذا الهدف، وإن شاء الله يعني إحنا قاعدين نحاول نوصل لهذا الهدف خلال السنتين الجايين، حيكون تطور رائع جدا يعني، وحيحل مشكلة كبيرة للمتعلمين وحتى لشركات التوظيف. يعطيك العافية دكتور. طيب لو احنا دائما نتكلم عن لما نذكر الابتكار في التعليم خاصة، يتبادر إلى المستخدم أو للسامع أن احنا نقصد الجوانب التقنية، فهل الابتكار في التعليم يقتصر على التقنية فقط؟ على استخدام التقنية يعني مثلا في القاعة الدراسية أو في أونلاين مثلا، هل هو الابتكار فقط مقصور على التقنية ولا ممكن هناك جوانب أخرى للابتكار في التعليم؟ السؤال جدا رائع. من وجهة نظري التطور لازم يكون من جميع النواحي، مو بس تقني، لأن في ناس ما عندها مدخل للتقنية. يعني لا تنسى أن في لسه مناطق في العالم ما عندهم مدخل أو استخدام للتقنية. فأنا بالنسبة لي أو من وجهة نظري التطور لازم يكون من جميع النواحي، تقني وغير تقني. يعني من الأفكار اللي دائما أفكر فيها أنه يعني كيف ممكن الأستاذ يعني يفهم الطلاب اللي معاه في المحاضرة، درجة نشاطهم، برضو نفس الموضوع الشغف، المؤهلات، ويحول قاعة المحاضرة إلى رحلة تعليمية مناسبة ومصممة لهذا المتعلم أو لمجموعة المتعلمين اللي في القاعة. فجوابي طبعا أنه لا، التطوير لازم يكون تقني وغير تقني. في برضو الأستاذ محمد عسيري سأل، هل تقدم مايكروسوفت من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية شراكة مع التعليم على غرار انتل التعليم؟ نعم، في عن طريق شكرا على السؤال الأستاذ محمد العسيري. نعم، مايكروسوفت عندها شراكة مع مدارس في جميع أنحاء العالم، ومع أكثر من مؤسسة تعليمية. مثلا لما كنت أدرس في جامعة واشنطن كان عندهم شراكة مع جامعة واشنطن، بس عندهم برضو شراكات مع جامعات ومدارس في أنحاء العالم، يدرسون عن طريقها، يقدمون عن طريقها مثلا برامج مايكروسوفت اللي هي ويندوز أو مثلا أوفيس، وفي نفس الوقت يستخدمون هذه المنصة أنهم أعطوهم هذه البرامج ببلاش، يأخذون منهم ملاحظات ومعلومات لتطوير هذه البرامج. فزي هي شراكة من الناحيتين، يعني الاستفادة من الناحيتين.
وفعلا مايكروسوفت عندها عرض شراكة مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، كل الطلاب والمعلمين وسواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي، أي شخص عنده بريد إلكتروني رسمي ممكن يحصل على برامج الأوفيس مجانا ويستخدمها يعني. فهذه الشراكة موجودة يعني، بالإضافة إلى الشراكات اللي خاصة بالمعلم الخبير و التقني الخبير، يعني في عدة برامج موجودة مفعلة برضو مع وزارة التربية والتعليم. ممتاز. أعطيك العافية دكتورة نورة. نختم لقائنا، إذا في بقى أحد عنده سؤال يا أخوان ممكن يسأل عن طريق الشات على أساس نختم اللقاء. سؤال أخير بالنسبة لي أستاذة دكتورة نورة، ما هو مستقبل التعليم من وجهة نظرك؟ سؤال صعب، بس خليني أعطيك إجابتي. لما فكرنا في هذه، لما وصلنا للمشكلة اللي تو شاركتها، مشكلة أن مرحلة إيش أهداف التعليم، يعني ليش الإنسان يتعلم. لما بدينا نسأل هذه الأسئلة، ليش الإنسان قاعد يتعلم؟ هل الطلاب قاعدين يتعلمون علشان في الأخير يلاقون وظائف؟ لما بدينا نسأل هذه الأسئلة البدائية جداً، وبدينا أننا ننظر لها من منظور آخر، يعني غير المنظور التقليدي اللي هو يفصل بين مراحل التعليم ومراحل الحياة، وبدينا ننظر لها نظرة كاملة ومتكاملة، أن التعليم جزء من الحياة، والحياة جزء من التعليم، والعمل جزء من الحياة، يعني هذه الإطارات كلها مع بعض. بديت أشكل صورة لمستقبل جميل جدا ومفيد جدا، ويعني باهر للتعليم. حيكون في التعليم جزء لا يتجزأ من مراحل الحياة. حيكون مستقبل التعليم كل إنسان يعني عنده فرصة أنه يتعلم، حيجد التعليم بأي طريقة ممكنة، بأي تقنية ممكنة، بفلوس، من غير فلوس. يعني عندي هذا الإحساس أنه حيكون التعليم لا يقتصر بس على مقاعد الدراسة في الجامعة، بس حيكون لو يعني accessible، ممكن أي إنسان في العالم عن طريق الإنترنت، أو عن طريق قاعات المحاضرة، أو عن طريق شاشات الجوال، أو عن طريق التقنيات المستقبلية، يدخل لمرحلة يجد تجارب تعليمية، محتويات تعليمية تفيده في أنه يفهم مستقبله كإنسان مفيد في المجتمع، أو إنسان أو أم أو أب، أو أي جزء من أجزاء الحياة المهمة لهذا الإنسان. فأتوقع أن المستقبل حيكون باهر للتعليم. يعطيك العافية دكتورة. فيه بالنسبة للأخت ندى سألت عن معلم مايكروسوفت الخبير، أعتقد أنه في ندوة عقدت الأسبوع الماضي على منصة تزامن بالتعاون مع مبادرة التعلم الرقمي، كانت بعنوان فعلا عن معلم مايكروسوفت الخبير، فممكن ترجعون لها يعني خلال الأيام القادمة. هي أعتقد الآن في طور الإنتاج الندوة، وحتنشر، حرسل لكم الرابط على الشات بإذن الله، رابط جميع الندوات التي عقدت في خلال الفترة الماضية. طيب، كلمة أخيرة ودك تختميها دكتورة نورة؟ شكرا جدا جزيلا على يعني دعوتكم لي، ويتشرفني اني اكون معاكم، واحب دائما اني اجاوب على اي اسئله، او يعني حتى اني افيد باي طريقه او اخرى. فاذا كان في اي سؤال، زي ما قلت، على موضوع التصميم التفكيري، او عن طريقه او عن نهج التطوير اللي نتبعه في مايكروسوفت، او عن مايكروسوفت، أو عن الجامعات في الولايات المتحدة، أحب أني أساعد دائما. فلو سمحتم يعني تواصلوا معي. يعني الكلمة الأخيرة أنه لمؤسسات التعليم وللمعلمين،
حاولوا انكم او يعني المستقبل حيكون في اننا نستوعب او نتعاطف ونكون حساسين اكثر للمتعلمين، وللمتعلمين المستقبل حيكون احسن لو اننا اعطينا ملاحظات وشاركنا بملاحظات وحاولنا اننا نقاوم طريقة التعليم التقليدية. فالتعاون حيكون من الطرفين والاستفادة حتكون للطرفين. يعطيك العافية، شكرا دكتورة نورة على هذه الندوة الرائعة وعلى هذا النقاش الجميل وعلى هذه الإجابات الرائعة. شكرا لكم أيضا أنتم أيها الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات معنا في هذه الأمسية المعرفية الجميلة التي صاحبتنا فيها الدكتورة نورة بهذه الإضاءات الجميلة. شكرا لكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله في لقاءات أو في ندوات قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لرابط الندوات السابقة راح أحط لكم على الشات الآن بعد شوية. بالنسبة اللي يسأل كيف يتواصل مع الدكتورة نورة، حسابها لو ترجع على الصفحة الرئيسية دكتورة اللي فيها، أنا ححط الحين على الشات، ححط إيميلي. ممكن ححط إيميلي، هذا إيميلي nora@uw.edu. تشرفت بلقائكم جميعا، شكرا. يعطيك العافية دكتور، شكرا لكم، السلام عليكم. مع السلامة.